وينضم معي الآن الأستاذ عبد اللطيف الفجير، رئيس لجنة تنظيمي ثورة اللجنة التنظيمية في ثورة 11 فبراير. السلام عليكم مساك الله بالخير. اللجنة النظام. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي الكريم. نعم، بعد 10 أعوام أستاذ عبد اللطيف من اندلاع ثورة 11 من فبراير، كنت كيف تنظر إلى هذه الثورة وما هي مآلاتها الآن؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كل ذكرى لهذه الثورة نتكلم ونكرر ونردد أن ثورة فبراير لم تأتي ضد شخص أو ضد حزب بعينه أو ضد فرد، إنما أتت لتقضي على منظومة فساد كانت موجودة في اليمن، وسعت سلميا أن تقضي على هذه المنظومة دون حقدا لأحد أو دون كيدا لأحد. لم تقتل شخصا، لم تهدم بيتا، لم تكسر شجرة، لم كانت مسيرات سلمية، مطالبات سلمية، تماشت مع كل التوجهات الدولية، تماشت مع مبادرة الخليج التي جاء بها الأشقاء، تماشت أيضا مع الإخوة في النظام السابق عندما أعطتهم الحصانة، حافظت على الدم اليمني. كانت ثورة سلمية لا تحقد لأحد ولا تحفر الأحقاد لأحد، وإنما كان الهدف منها هو بناء جيش وطني لا يتبع حزبا ولا يتبع قبيلة ولا يتبع عائلة. كانت الثورة تسعى رغم المتربصين لها إلى إيجاد دولة مدنية حديثة، لكن المتربصين لها، لكن من جاءوا بالثورة المضادة حاولوا الانقضاض على هذه الثورة التي قد كانت بدأت بالانطلاق إلى يمن يسوده الشراكة للجميع. كنا شركاء مع إخواننا في المؤتمر الشعبي العام ومع إخواننا في الاشتراكي والناصري والأحزاب والمكونات الأخرى، بدأنا نؤسس لشراكة في الحكم في اليمن. كانت هذه الثورة تسعى لتحقيق هذه المبادئ السامية ولم تأتي ضد أحد. للأسف نحن اليوم نشاهد الكثير من يحقد على هذه الثورة ويقول أنها من جاءت في 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 البلاوي وهي سبب ما نحن عليه اليوم. نعم. لا بالعكس، نحن استطعت كل ما حصل على خطونا خطوة طيبة بحكومة الوثاق الوطني التي شهد لها الجميع أنها كانت حكومة بدأت تنطلق انطلاقة طيبة، وكان ثوار فبراير في ذلك اليوم لا يسعون لإقصاء أحد ولا يسعون الانتقام من أحد ولا يسعون حتى لأن يحملوا حقدا لأحد، بل سعوا للمناشدة سلميا دون أن يحملوا سلاحا، يريدون يعني المساواة والدولة المدنية. فلماذا هذا الحقد كله على هذه الثورة؟ ولماذا نجير كل البلاوي؟ ولماذا اليوم الحوثي يسعى إلى تسويق هذه الثورة أنها هي البلاوي ويتغنى ويأتي ويحاول من كانوا في النظام السابق أن يستغلهم بأن يقولوا أن هذه الثورة هي سبب؟ لا بالعكس، كان الحوثي هو سبب البلاء، حتى أن الثورة كنا في الثورة نحاول أن نظهر للآخرين أن هذه الثورة ضد من يحمل السلاح أيا كان. وعندما أراد الحوثي ودخل وحاول أن يتوطن في هذه الساحة في السلاح قلنا له لا ورفضناه وانفصل لحاله. نعم. وكان نعم. لا يأتي مع الثوار بشيء وحول برنامجه إلى برنامج آخر. إذن الأستاذ عبد اللطيف شكرا جزيلا لك، نكتفي بهذا القدر.